وسهلا فيكم بحلقة جديدة من والباقي عليك مجتمعنا اللبناني مجتمع بيعاني من التمييز بين الرجل والمرأة فهو مجتمع ذكوري بكل ما إلى الكلمة من معنى كل يوم بنسمع أنه القوانين اللبنانية هي غير عادلة هي ظالمة بحق المرأة هي ما بتحترم المساواة بين الرجل والمرأة دايماً منلوم القوانين بس في شي مرة فكرنا أنه معقول التربية الأسرية لتكون عم بتبلش تربي اولادنا على التمييز بين الجنسين؟ لنعالج هيدا الموضوع ونجاوب على اسئله عديده بصرنا استضيف معي اليوم باستديو آه فاليري معلوف مرشده اجتماعيه، حضرتك صرتي صديقه للبرنامج مش اول مره بتطلعي معنا اهلا وسهلا وماتر خسانتو كمان حضرتك صديق للبرنامج وبيشرفنا انه نستضيفك للمره الثانيه معنا. ميرسي لاستضافتك وبيشرفنا كمان نكون معك. ميرسي كثير. فاليري رح بلش معك شو مفهوم التربيه الاسريه وشو هي اهدافها؟ التربيه الاسريه هي عباره عن مجموعه مبادئ وقيم الاسره بتكون متفقه عليها مسبقا او من خلال قناعه معينه الاب والام الزوج والزوجه هن مفكرين فيهم سوا ومقتنعين فيهم او من خلال ما ما ورثته العائله من عادات وقيم ومبادئ وتقاليد من الاسره الكبيره او من المجتمع هل القيم وهالمبادئ بتتحول بتطبق ل بتصير بتتحول لاساليب الاساليب بتكون عم تتطبق يوميا و وقدام كل حالة صارت أو... من عاداتنا صح صحيح قدام كل حالة أو قدام كل حدث ممكن يكون عم بيواجه العائلة هيدي بالنسبة للتربية الأسرية سألتيني سؤالتين شو هي أهدافها الأهداف اللي هي كتير عديدة إنما أبرزها يلي يعني منكون منعرفه بين العيال وبين الأهل هو انه كون احنا عم نربي اولاد أه مستقبلا يكونوا عم بيعيشوا بالمستقبل بالبيئه بي اللي هن فيها بالمجتمع اللي هن فيه بيكونوا عم بيكونوا عم بيعيشوا ب بي أه ما يطمح ما تطمح له العائله بالاسلوب اللي بتطمح له العيلة بالنظره اللي بتكون رسمتها العيلة من بعده تطمح له او يطمح له المجتمع هي العيلة بتتكون بت... هي والمجتمع مكون من مجموعة عيالين. نعم. المجتمع هو عيال. فالعيلة بتكون عم بتفكر أنا ابني أو بنتي بالمستقبل كيف بشوف تاريخه أو كيف بشوف مستقبله العلمي أو المهني أو أو العائلي. وبتكون عم بتعطيه هالمبادئ وهالقيم وهالتقاليد. وبتكون عم تربيه عليها لحتى بالمستقبل يقدر هو يكون مستقل ويكون عم يكون خلية جديدة أو نواة جديدة لاسره جديده تكون بالمجتمع هي كمان عم, عم تكون فعاله اكيد شو هي عوامل اذا بدنا نقول التربيه الصالحه العوامل عديده في عوامل داخليه بقلب الاسره وفي عوامل خارجيه برات الهال الهال الخليه الصغيره اللي هي بتكونها الاسره نعم. الداخليه اللي هي بقلب الاسره اكيد مثل ما حكينا المبادئ يلي متفقين عليهم الام والاب قبل ومحاولين يترجمون لاساليب ولا افعال وفينا نكون هون عم نجود كثير يعني فينا عم نشرح كثير شو شو ممكن يكون عم يكون بقلب العائلة في عوامل وعوامل خارجية كمان عديدة بتبلش من العيلة الأكبر يعني بتحيط فيه للولد بنرجع للمدرسة للمجتمع الرفقة والأصحاب يلي كمان هني معه وكمان في دور لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كمان لهم دور بهذا المجال اذا بدنا نبلش نحكي عن تربيه صالحه فينا نبلش من تربيه ما بتميز، يعني فينا نشدد على هيدا النقطة كمان. صحيح، صحيح، لحتى نكون نحن عم نخلق هيدا التوازن بين آه، الشخص، نه. فينا نكون نحن عم كمان عم نفكر إنه آه، لما نكون عم عم نخطط لتربية صالحة، بدنا نكون كمان نحن عم نفكر بهالشخص يلي بهالولد، بهالطفل، بهالبنت، بهالصبي، يلي هن من صغرهم من من نعومة أظافرهم إذا بدك، عم عم يربوا بتوازن اكيد توازن بده يكون نفسي بده يكون عاطفي وبده يكون كمان كمان توازن مادي وهذا كله بيترجم من خلال التربيه بقلب العائله من خلال وجود لانه هن بالنهايه اذا تربوا على مبدا المساواه هن اللي رح ياثروا بعدين على المجتمع وعلى القوانين اللي رح نبلش بهذا الموضوع معك شو هو مبدا المساواه بين الرجل والمراه وقانونيا اذا بدنا نعرف والدستور اللبناني هل نص صراحه على هالمبدا؟ أنا أول شيء بدي بدي أعقب على كلمة صغيرة مرقت بال بالمداخلة لي لما بتقولي إنه مجتمعنا ذكوري هيدي رح أترك الأمر تدافع عنه سيزي فاليري سلباً أما إيجاباً أنا رح أحكي من ناحية القانون أنا من ناحية القانون بعتبر إنه ما في لبنان منه منه بالتوصيف اللي وصفتيه من الناحية القانونية أقل هلا تنرجع لمبدا المساواه بلبنان، مبدا المساواه بلبنان بناء على شريعه الامم المتحده بيعتبر انه المساواه هدفها تحقيق المساواه من ناحيه القانون والمواقف الاجتماعيه والديمقراطيه وتامين اجور متساويه بين الجنسين يعني تامين التكافؤ بين المراه والرجل لناحيه الاعباء والواجبات ضمن الاراضي اللبنانيه يعني جعل حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل م. وجعل الرجل على قدم المساواة مع حقوق المرأة هيدي هيدي من الناحية العامة الدستور اللبناني كان كثير واضح بما يختص بالمرأة والرجل وكمان أنا بعتبر إنه صحيح إنه الدستور اللبناني محطوط ب 43 بس هو سابق لكثير دساتير ثانية لأنه في دساتير كثير اجت على ذكر عبارة التساوي بين الرجل والمراة، المساواة بين الرجل والمراة. الدستور اللبناني لم يميز ما قال لا رجل ولا مراة. يعني في مادتين المادة 7 والمادة 21 عطيت 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 كامل الحقوق والواجبات للمواطن اللبناني. يعني مثلا المادة 7 بتقول ان كل كل اللبنانيين سواء لدى القانون. يتمتعون على السواء بالحقوق المدنيه والسياسيه ويتحملون الفرائض والواجبات العامه دون فرق بينهم قالت ان كل اللبنانيين اللبناني يعني معناتها ذكر او انثى امراه او ما رجل ما عليها بطريقه واضحه يمكن قالها إيه بطريقه غير مباشره بالعكس لم 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 ينص لم يتلفظ بعباره المساواه بين الرجل والمراه يعني ضمنيا عم يعتبر انه في مساواه مطلقه يعني هو راح ابعد من الدساتير يعني المدى تبعوا الدستور اللبناني ابعد من بعض الدساتير اللي ضوت على كلمه او عباره المساواه بين الرجل والمراه انت اللي بتضوي على هذه العباره يعني هي موجوده عم تشيليها او عم عم تقولي انه لا مش موجوده يعني حتى لو عم تقولي لا مش موجوده يعني في بعض الاذهان عم بتفكر انه موجوده الدستور اللبناني ما اجى على ذكرى ابدا قال كل اللبنانيين سواء كان رجل أم إمرأة يتمتعون بجميع الحقوق حتى بالمادة 21 كمان من الدستور اعتبرت أن كل مواطن بلغ 21 سنة الحق أن يكون ناخباً كل مواطن ما قال رجل أو إمرأة قال كل مواطن بلغ يعني هو بالدستور اللبناني عطى الإمرأة تساوي بصورة مطلقة من دون ما يعطي أي تلميح انه في مكان او في في احتمال يكون في تفريق بينهما يعني اذا بدنا نحكي انه بلش مبدا المساواه بلبنان من الدستور اللبناني اكيد اكيد العمليات التطبيقيه كان في بعض ال... بعض النقص بهال... بهالمساواه لانه نحن عندنا بيعت... بنعتبر انه في عنا اعراف وتقاليد عم تتطور شوي شوي آه يمكن آه كان في نقص او سوء تطبيق بس نحن اذا عا... بدنا نيجي من وجهه نظر الدستور والقوانين ما في تمييز بين الرجل والامراه طيب اذا بدنا ننطلق من هيدي الفكره اليوم في كثير تمييزات ما بدي افوت كثير بالتفاصيل بس كطرح فكره الدستور اعلن انه المراه والرجل متساويين نعم بقانون الاحوال الشخصيه اليوم لا عم يصير في تمييز بقانون العمل لا عم بصير في تمييز هلا بدك تقولي بقانون الاحوال الشخصيه بوين بي عم بيصير التمييز وبقانون العمل وين عم بيصير التمييز اون جنرال. اذا ما في تمييز ت... بالمعاش بالمعاشات لا بالتقاعد بالتقاعد قانون العمل عدل انه المراه تطلع التقاعد بسن الرجل وهي عم بتقضي عم بتتعب ببيتها عندها مسؤوليتين تتحامل بذات الطريقه اذا الرجل والامراه وضع القانون لهما انه يتركوا العمل يطلعوا على التقاعد بسن معين معناتها ساوت الرجل بالمراه لانه اذا ما عملت هيك الأواني بالصورة الرجل يطالب حقوقه مم. ما الرجل عم يتعب كمان مم. لما عطتها للمراه انه انت كالرجل عندما تعملين تكوني عامله لكي نفس الحقوق والواجبات كما الرجل فيما يتعلق بسن التقاعد هون قلالين يعني ما ميزت بيناتهم بالعكس عطتها اتو أكتر قالت لها انت مثل الرجل انت عم تشتغلي هو عم يشتغل سن التقاعد 64 اثنينكم بتطلعوا على سن التقاعد بزيت ال... بزيت التاريخ ما بعرف <applause> في ما يختص صخصيح. بالاحوال الشخصيه أه، وين بتحبي تعرف اذا في 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 يعني اليوم اذا بدنا نحكي مثلا مبدا الانفصال كثير نعم. هين على الرجل يثبت او مش يثبت يتهم مرته بزنا كثير صعبه على المراه تتهم زوجها بهيدا الشيء، المجتمع سمح له، المجتمع مش سامح للمرأة، القانون عادل مع الرجل مش عادل مع المرأة. جرايم الشرف خليني أتسجن. خليني هلا أنا ما بدي و... لا كتير لا بس بدي أوضح لك هيدي النقطة لأنه بالحلقة السابقة بحلقة كنا عم نحكي فيها عن جريمة الزنا <applause> ما قال انه الرجل والامراه قال الجاني والمجني على عليه يعني يعني ما ميز بيناتهم انه العقوبات حتى بجريمه الزنا بعكس ما يتداول المراه لها حق تدعي على على زوجها في حال ثبوت قيام فعل الزنا كما الرجل له حق يدعي عليها في حال ثبوت هذا الفعل آه فاليري ما بعرف يعني اكيد مات غسان عطى وجهه النظر من الناحيه القانونيه هلا انا بدي اسالك عن حضرتك اسيستنت سوسيال يعني اكيد أكتر تعامل مع عيال مع شيء اكثر ملموس على الارض نعم. يوم اليوم بنشوف تربيه غير متساويه بين بين الفتاه والصبي الولد والبنت آه شو مخاطر هيدي التربيه الغير متساويه، شو مخاطرها على الشخص على الولد نفسه وعلى المجتمع؟ يعني انا بس بدي احكي انه التمييز عم ببلش من اول ما يخلق الولد، يعني في بعض مجتمعات اللبنانيه اذا اجى صبي غير فرحه من اذا اجت بنت يعني التمييز موجود، فشو مخاطر هيدا الشيء على المجتمع وعلى الولد نفسه؟ نعم صحيح، يعني نحن بعدنا بالمجتمع بنقول انه لما بيجي الصبي يعني اجى ولي العهد، اجى حامل الاسم هو اللي رح يكمل العيلة رح يحمل اسم العيلة ويكمل صحيح هيدي بعدنا عم نتورثها من اهلنا ومن جدودنا انما فيني اكون عم اقول كمان من باب خبرتي انه بلشت تخف يعني هيدي النقطة بالذات بلشت تخف خاصة لما شفنا انه البنت صارت مثل الصبي بنت مثل الشاب عم تكون بمجال العمل فاعلي وعم تكون لاحقا بالمجتمع كمان عندها دور فعال وعم تكون قادره تكون تثبت حالها بالمجالات العديده بالمجتمع هلا اكيد في في ظلم بحد بمطرح معين يعني انا بحب اعطي مثل بقانون اللي يمكن انه اعطاء الجنسيه لاولادها نحن بعدنا ما قادرين المرأة اللبنانيه تعطي الجنسيه لاولادها في حال زوجها كان غير لبناني نحن عندنا يمكن هون عن... بينحكى بمبدا مساواه تمييز ما في مساواه او بمبدا يمكن توازن طائفة او قصص سياسيه انه يعني, يعني ما بعرف اذا هو بال ما بعرف يعني يمكن الماتر قدر يفصي اكثر بس أكيد انه عالج الموضوع توازن طائفي فما بتخيل لانه ممكن يكون عدد ولادات كتير بطايفه بطايفه كمان يكون عندهم عدد ولادات كتير بدي اعطي مثال ثاني كمان مثلا الامراه اللبنانيه ما فيها تفتح حساب بالبنك لاولادها ما فيها تعمل باسبور لاولادها بدها اذن سفر اذا بدها تسافر هي اولادها يعني بعد في يعني القانون او الدستور اعطانا الحق بالمساواه انما تفصيلها او او تطبيقها على الارض بعض في بعض المطارح يلي القانون ما ما انصف النساء الى حد ما وهذا الشيء عم بياثر يعني نرجع على السؤال هذا الشيء هذا الشيء عم بياثر على الاسلوب اللي عم نربي فيه اولادنا بالبيت يعني نحن لما بنكون عم نربي اولادنا بمبدا انه بكره بالمستقبل او بال... بعدين لما ينطلقوا بالمجتمع رح يكون في فرق بين الصبي والبنت ما نكون عم نخ... عم نبلش من طفولته للولد عم نخلق هيدا الخلل انه انت كانه انت انقص او كانه انت افضل كانه انت عم تتميز عن اختك بشيء او كانه انت عم تتميز عن خيك بشيء ايه نحن بنميز اولادنا في اولاد مميزه بمهارات بس بده يكون في عدل عداله بالمربى يعني مثل ما عندي مهاره للصبي بيبرع فيها كمان عندي مهارات البنت بتبرع فيها فاذا من الام اللي هي المدرسه الاولى اللي هي المربي الاول بتكون عم بت عم بتبين الطاقات الايجابيه عند اولادها من صغارهم وانه هن مثل بعضهم ما في شيء بيختلف بالمحبة لإلهم وما في شيء مش يعني بتحب الصبي أكتر أو بتحب البنت أكتر لمن هي مش يعني بتسمح للصبي يروح عند رفقاته للبنت لا مش يعني هي بتسمح أنه يكون عم ينشري له شيء للصبي يعني مسموح وب... لإله ممنوع عند البنت بس لأنها بنت اذا اذا الام والبي تعاملوا مع الاولاد بهيدي الطريقه هون بيخلق الخلل بصير في شخص من بيناتهم كان الصبي ولا البنت بغض النظر يعني في عيال بتميز البنات تما نكون كمان نحن عم عم نقول بس الصبيان الصبيان فاذا نحن مطلوب ما نكون قليلة, قليله 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 انما موجوده نحن المطلوب منا كاهل مطلوب منا خاصه الام لانه هي المعلمه الاولى الاولى بالبيت انها تكون عم تربي ولادها بعدل م. بمحبة وبعدل مم. والحقوق والواجبات للأولاد مثل بعضهم مم. هون من هو وصغير الولد بيربى بهالبيت هو في هالتوازن هالاكيليبر التوازن النفسي التوازن العاطفي مم. اذا الانسان هو متوازن مع نفسه بيقدر يكون هو بعلاقاته كمان متوازن وبيقدر كمان يكون عم عم يوزع هذا التوازن حوله حول الاشخاص يلي للاشخاص يلي هن هو عم يتعامل معهم بمجتمعه لاحقا ماتر غسان شو أبرز مطالب اليوم حاملي شعار المساواة بين الرجل والأمرأة؟ في شعارات كثير يطالب بها بس بدك تشوفي إذا هالشعارات هي فعلا منقوصة أم لا؟ يعني أنا سمعت السيزي بليريا عم تحكي إنه في عيال بتميز بين الصبي والبنت نعم أوكي كانت نعم بس هل يا ترى بعدها قد الأول؟ يعني كان في ظروف اجتماعيه وظروف الحرب وظروف عدم الامان يعني تخلي انه انه يمكن الصبي سمح له شوي اكثر من البنت يطلع اما يروح اما يجي بس انا برايي بهذا نحن بالوقت اللي نحن فيه الامراه عم تتعلم مثل الصبي الامراه عم تاخذ وظايف مثل الرجل الامراه عم تبرع بوظيفتها وعم تاخذ بوستات مثل مثل الرجل يعني انا ما عم شوف بعد انه في هال بين الرجل والامراه مثل ما كانت بالقبل يلي هي كانت على خلفيه تقاليد اما خوف اجتماعي معين هلا المطالب اللي عم تطالب اليوم هي مطالب محقه بس انه هالمطلب اللي عم تطالبيه بدك تشوفي اذا انت منه موجود، إذا موجود المطلب ما بقى في داعي للمطالبة فيه، المطالبة بالمشاركة السياسية المرأة في السياسة، المشاركة بالأعمال المرأة في الأعمال، في القضاء، في المحاماة، في مشاركة المرأة بالسياسة عم تجي من خلال كوتا، اللي هي منها إفادة ديمقراطيه لا بالعكس ما في كوتا هي لو انحطت كوتا للمرأة أنا برأيي هي أكبر إهانة للمرأة إن يقولوا لها أنت كوتا من إلّا المرأة كوتا معينة، يعني معناتها أنت عم انت مستضعفه نحن عم نحميك بهيدي الكوتة المراه عندها مطلق الصلاحيه مطلق الحريه وكل شيء اه اه متاح لها اذا هي عندها نيه الاقدام على العمل السياسي بالقضاء عندنا بالقضاء اغلبيه القضاة صاروا عنصر النسائي وعم ياخذوا بوستات كثير منيحه وعم يطلعوا احكام كثير منيحه بالمحامات في محامين محامات محاميات عم يشتغلوا مثله مثل المحامي الرجل وعم يبرعوا فاذا ما في عائق العائق الوحيد هي الاراده الداخليه اذا حابه اما لا، هل عندها القدره هي تقوم بهيدا البوست اما ما عندها القدره، هل عندها الوقت؟ يعني اذا هي مثل ما عم بتقول سيزي فاليري انه الامراه هي اساس البيت اذا عندها القدره تكون اساس البيت وتكون أسيء وتكون بالبوست تعبيه مثل ما لازم بمحل ما هي عندها القدرة تمشي باثنين ما في أي عائق ما في أي عائق لا أنوني ولا سياسي ولا شيء العائق هي المقدرة أما الإرادة الداخلية بس هذا هذا هيدا, ب... هيدا رأي القانوني أيه. هلا اجتماعيا هي هي بتشرح الموضوع بصوره يمكن مفصله. هلا حضرتك اكيد بتعرف بالامور القانونيه اكثر منا بس بالمجتمع في تناقض لكان بين القانون وبين اعراف اجتماعيه. يعني شو سببها؟ صح. يعني يا نحن ما عم نقدر نفهم القانون مضبوط يا انه صار ساعة بدنا توعيه اكثر على قوانيننا، اذا عم تقول القوانين قوانين واضحه و... وعادله و نحن يعني بالدول نحن بعدنا افضل من دول المحيطه المحيطه فينا اكيد مع انه يعني من, شك... من الناحيه السياسيه لا نحن من اقل بلاد العربيه اللي مرأة فيها ممثله بالبرلمان انا بعتبر يمكن المرأة من اكثر البلاد العربيه اللي عندها اللي عندها تواجد بالشان العام وبالشان العملي وبكل الشؤون هذا آه، رايي وعم بتقوم عم بتقوم بمحل ما هي بمكانها عم بتقوم بعملها بشكل آه يعني بشكل كامل بما يتعلق بالبوست اللي هي عم تاخذه بالنسبه للتقاليد نحن عايشين ببلد ببلاد يعني نوصلنا في دول تالت آه لا شك انه نحن فتنا على الدساتير وعلى الحريه مؤخرا يعني ما عندنا تاريخ بالحريه يعني اللبناني يمكن اكثر واحد عنده تاريخ بالحريه من 43 طلبنا بحريتنا و... واخذنا استقلالنا ومشينا بمبدا الحريه بس لا شك انه بعدنا مت... متمسكين في بعض المناطق في بعض ال... ال... المناطق بدنا نقول او في بعض ال... المجتمع. المجتمعات الضيقه بافكار تقليديه قديمه يلي هي هيدا شيء مشروع يعني ما فيك حدا عمره عايش 60 سنه بفكر معين تيجي تشيليه منه هذا الفكر بدك تطلعيه منه بصوره تدريجيه أكيد. تقدر يتقبله كل شيء كل تطور بفوت على المجتمع بشكل مفاجئ بيعمل شوك أكيد. والشوك دائما مرفوض من الانسان بدك تفوت بدك بدك بده يفوت هال هالتطور الايفولوشن بدها تفوت دون فاسون يعني بطريقه آه, آه, كاتيغوريك كاتيجوريك شوي 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 شوي, شوي, أكيد. أكيد. هلا ما في شك انه في اعراف بعدنا متمسكين فيها في تقاليد معنا متمسكين فيها في مناطق متحررة أكثر من مناطق بهال بهالإطار بس إذا على الصعيد القانوني القانون يطبق على الكل بما يتعلق إذا في تطبيق للقانون إذا في إذا ما في تطبيق للقانون في تطبيق للأعراف الاجتماعية والتقاليد أوكي بدك تمشي فيها بمحل ما فاليري شو نتيجة أو شو بيأثر إذا ربينا أولادنا بطريقة عادلة شو تأثيره على مبدأ المساواة بالمجتمع؟ اذا تربوا الاولاد بقلب البيت بقلب هالوحده الوحده العائليه بشكل متساوي بنكون نحن عم نوصل بالمستقبل لمجتمع آه كمان بيفكر وبينظر للاخرين بشكل متساوي يعني اذا صبي بالبيت والبنت الاخوه بقلب البيت بيعرفوا شو يعني نحن مثل بعضنا وما في حدا احلى من حدا وما في حدا عم يتميز عن الثاني ونحن حقوقنا وواجباتنا مثل بعضهم واهلنا بيربونا بنفس الطريقه وبيعطونا نفس المحبه ونفس الحقوق رح يطلع الصبي بعدين رجل بالمستقبل رح يكون عنده رفقة رح يتعامل معهم بمساواة رح يكون عنده زملاء بالعمل رح يكون عم يتعامل معهم كمان بمساواة رح يكون عنده زوجة وعائلة كمان رح يكون عم يعني نحن حكينا عن كيف بنكون عم نتناقل عم نتوارث العادات والتقاليد اذا نحن بنبلش بنزرعها بالتربيه اذا بلشنا صغيري. صح عم الكفر. صحيح صح. اذا نحن بلشنا نحن وصغار الاولاد نربيهم بهالمنطق بيربوا بعدين هني عم بيعيشوا لهيدا المنطق او لهيدا المبدا بيكونوا كمان هن عم بيطبقوه بحياتهم بمجتمعهم ببيئتهم. طب ليه بعض العائلات ما زال عم نحكي عن هالاهميه، ليه بعض العائلات بتتقصد انه تربي اولادها على تفرقه جست لانهم بنت او صبي؟ نحن عم نحكي عن عيال آه نشكر الله عم تخف هيدا النوع من موجودة. العيال، هيدي العيال موجوده لان هيدي العيال بعدنا لهلا ما عم نقبل نطلع من شيء اسمه عادات موروثه غير مقبولة يعني بعد في عنا بيئة معينة يمكن عائلات معينة يمكن عشائر معينة بعدها عم تتوارث هالمبادئ وهالمفاهيم يلي هي مقتنعة فيها وهي بدها تكون عم مصرة انه هي عم تورثها لاولادها ومصرة انه كمان اولادها يكونوا عم بيعيشوها هودي العيال ايه بعد بنشوف عندهم وهود العيال للاسف في كتير احتمالات انه نكون عم عم نربي عندهم اولاد ما عندهم هذا التوازن خلال. نوصل, نوصل لوقت انه رح يكون بالصبي رح يكون معود انه هو السلطه لاله والقرار لاله، رح يكون ما رح يكون ناجح مع عائلته، ما رح يكون ناجح يمكن بشغله، نفس الشيء الإمرأة رح تكون معوده انه هي راضخه وهي مم. بتقبل بكل شيء و... و... ومعليش ويعني و... 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 هيدا انه ال... هالرضوخ هيدا يلي على حساب يمكن كرامتها، على حساب سلامتها، على حساب كرامتها وال... والغلط الاكبر انه بتفكر انه هيدا الصح لانه تربت عليه بتفكر انه هي لازم ادواء تترسوميز بينما الرجال دائما اسرادومين بتفكر انه هيدا الصح مزبوط. يعني اذا فكرت ب... اذا فكرت انه هيدا الصح وربت اولادها على الصح انه نحن بعدنا عم نتواجد م. قدام هيك نوع من العيال اذا هي حست انه لا مش مزبوط اللي انا عم أعيشه لانه انا عم شوف غير مجتمعات وعم شوف غير عيال عم شوف غير نساء كيف عم بيكونوا عايشين نحن هون بعالم صرنا منفتحين يعني بطل في قريه مغلقه أكيد. هون هالبنات او الصبيان او الشباب لما عم بيشوفوا بغير مجتمعات او بغير عيال انه الحياه افضل وال... والمنطق اللي عم ينعاش افضل عم عم يطلعوا عم فيه عم يطلعوا نعم عم يطلعوا كرمال هيك صرنا عم نلاقي انه عم تخف استراحه صغيره بنرجع بنتابع سوا والبقى عليك <applause> نرجع سوا منتابع برنامج والباقي عليك ومثل ما صرتوا تعرفوا الحلقة عن المساواة بين الرجل والمرأة ما غسان ما في أسألة كيف منعزز المساواه بين الرجل والمراه لان حضرتك قلت انه في مساواه بس كيف منعزز تطبيق المساواه بين الرجل والمراه بين الاحوال الشخصيه قبل ما اجاوبك على سؤالي خليني استطرد شويه صغيره انا من الاشخاص اللي مع نظريه بتقول المرأة هي العمود الفكري للمجتمعات بدون المرأة ما في مجتمعات من ثقف امرأة فقد ثقف أجيالا بكاملها أنا مع المرأة تكون بكامل بكامل, المساواة مع الرجل لبل أكثر بس أنا كنت عم بحكي من وجهة نظر الأنونية القانون شو بيحكي تطبيق على الأرض إذا بيختلف مع الأنون موضوع تاني نحن ما عم إذا أنا أنا ما حكيت إذا التطبيق صح أما مش صحيح أنا حكيت إنه هالقوانين بترعى هيدي المسائل، إذا ما تطبقت صح هيدا موضوع تاني في خلل بمكان أكيد. بمكان ما محل تاني برات التشريع بدنا نصحح لا أكيد بينت واضحة الفكرة يعني أكيد آه كيف بدنا نعزز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إذا بدك تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقانون الأحوال الشخصية؟ آه تعزيز مبدأ المساواة هو كيف بال... ب... ب... كيف بتظهر المرأة آه آه حبها وانتمائها للمجتمع لا. No. ما في شك انه المواطنيه وحب المجتمع والاندفاع هو هو يمكن تلاقيه عند المراه اكثر من الرجل no. المراه اذا هي حابه تكون عنصر فعال ما في ما في اي موانع لها mm -hmm. هي بدها بدها تقدم على هالشيء بدها بدها تعبر عن ارادتها بهالشيء بدها تعمل كل الخطوات المتناسبه مع يمكن اكيد في كونكورنس mm -hmm. اثنين حكمة موجودين بذات البنايه بذات الاختصاص في كونكورونس بيناتهم اثنين محاميه بذات البنايه بذات الاختصاص في كونكورونس بيناتهم. بيناتهم في كونكورونس بين الرجل والمراه يمكن على عبر التاريخ عنده اتو الرجال الرجل انه عنده باك جراوند قوي هي عم تنطلق جديد بس عندها كل الامكانيات انه تكون بمساواه الرجل لبل اذا بدها تتخطي ببعض الاوقات عم نشوف نساء عم يبرعوا بما واقعون عم يعطوا إنتاجية أكبر أكثر من من الرجل <applause> فإذا على صعيد التطبيق هي بيرجع لها يعني حضرتك عم بتحملها كمان مسؤولية ولازم تحمل مسؤولية أنه هي كمان عندها دور يعني القوانين أوكي موجودة بس أنت كمان عندك دور تلعبيه مزبوط أنا برأيي برح اقول لك مثل صغير خارج اطار القانون، يمكن رح اتعدى شوي على استاذ لا فيك فيك تاخذ ريحتك ما في مشكلة <applause> الامراه اللي بامكانها تربيه اولاد <applause> والسهر عليهم ومواكبتهم من الصبح للظهر لبعض الظهر للدرس ل لبكل... بكل بكل مراحل بكل مراحل حياتهم هيدا انجاز عطيها اياه هي... هيدي نعمه عطيها اياها ربنا مم. يعني تفوق كل المقدرات هيدا الرجل يمكن ما بيقدر يعملها مم. يلي بتبرع بهالشي وبتقدر تعمل عيلة صالحه و... وتتمم كل واجباتها وتواكب مسيره العيلة انا برايي اصعب بوست بالحياه هو بيكون كتير هين عندها مم. مم. بس اللي بينقص انه هي الاقدام هي يكون عندها النيه هي يكون عندها المقدره هي يكون عندها الوقت تعمل 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 شو بيقولوا جملاج بين اثنين دمج دمج لا مش ضروري دمج يعني تقدر تمشي اون باراليل اون بين 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 الواجبات المتوجبات العائليه والمتوجبات الاجتماعيه والعمليه اذا عندها القدره وعندها الوقت بيرفكت ما في حدا بيمنعه اكيد هذا رايي اكيد اكيد بنحترمه وفي وجهه نظر يعني منطقيه بهذا الموضوع فاليري شو هي اهم الإنيغاليتي اللي بتبلش بين الاطفال الولد والبنت بقلب الاسره اذا بدك تنشا اول ما يخلقوا أو كيف فينا نتجنبها هلا في بعض الامور نحن بنقوم فيها ببيوتنا مع مع قدوم مثلا انجاب الاطفال في بعض الامور بنقوم فيها هي حلوه وهي كمان بتخلق هيدا الشوك الايجابي بقلب البيت انما بطريقه غير مباشره هي بتكون كمان عم 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 تزرع هيدي بذره التمييز اذا بدك بين ال الصبي والبنت نعم. يعني بدي اعطي مثل انه الالوان اختيار الالوان فينا فينا مش ضروري يكون عم نحدد انه مثلا الصبي اللون الازرق والبنت اللون الموف مثلا او الزهر يمكن بعض الاشخاص او بعض العائلات ما بتقبل فكره انه يي صبي لابس زهر أو مش حلوه الفكره بس يعني ما في شيء بيقول انه الزهر هو بس للبنت والازرق هو بس للصبي حتى بالالعاب يعني نحن باختيارنا للالعاب حتى لما بنروح على السوق لنشتري العاب لاولادنا في العاب للصبيان وفي العاب للبنات كثير قاسية للصبيان والكثير هيك دوس يمكن لانه الالعاب اذا عم نعطي مثل الالعاب يمكن لانه الالعاب هي عم تمثل المهن بعدين او الحالات اللي ممكن يكون الصبي او الذكر عم او الرجل عم بي عم بي عم بيعيشها عم بيعي لحتى يكون عم يتمرنها عم بي عم بي عم يمارسها الولد وهو صغير انه انا مثل بابا او انا مثل خالي او انا مثل عمي <applause> هول مهمين يعني لازم الولد الصبي يكون عم يعن... يكون عنده مثل اعلى رجل والبنت يكون عندها مثل اعلى بنت انما في بعض التفاصيل نحن بنحط عليها مثل مثل قفل انه خلص هاللعبه بس للصبي او هاللعبه بس للبنت او هيدا او هودي التياب بس للصبي او هالتيب بس للبنت يعني اوكي تنوره ما رح نلبس فستان وتنوره للصبي بس انه في كانزي وفي جينز وفي في الوان معينه في موديلات معينه فيها تكون لاثنين سوا فنحن هيدي بعض الامور الصغيره بتبلش بالبيت اذا نحن ببيتنا قلنا آه... للصبي انه هودي العب صبيان بس في اختك تلعب فيهم والبنت اللعبه اذا كانت البنت عم عم حامله البوبيه حامله اللعبه وعم عم تلعب فيها ما بعرف اذا بعد في اولاد بيلعبوا بالبوبيه <applause> على <عم> العاب <applause> التكنولوجيا بس انه اذا البنت عم تلعب بالبوبيه كمان مثل ما البنت هي ام وعم عم تعيش الامومه تبعها كمان هو الاب وبيقدر <applause> الاب كمان يحمل البوبيه ويكون عم يلعب دور الاب بس هو حامل بوبي ما <applause> رح يلعب دور الام بحمله للعبة رح يكون عم يلعب دور الاب بس دائما البنت تلعبها بوبي وهيك لتتعود على الحنيه أكيد. اكثر كانه الصبي انه غلط يكون عنده حنيه بقلب مجتمعنا صحيح لحتى يعني بيعودوا على الاساوي بيحملوه باروده إيه. وبيحملوه وبيلعب وبي بي بي العاب بس كانه مهن للرجال فقط انما بعدين بس يكبر عم يرجع يشوف انه لا طبيب في اطباء نساء أكيد. بسوق سياره كمان البنت بتسوق سياره بسوق طياره كمان البنت بتسوق طياره هيدا عدا اذا بدنا نحكي كمان عن التمييز ببلش من اول نهار ما يخلقوا فيه الاولاد عن الفرحه اللي بتكون اذا كان صبي والحزن اللي موجود ببعض مجتمعاتنا اليوم اذا بتكون بنت صحيح كمان صحيح يعني, هذي يعني في عيال في عيال بتضل يمكن تحاول تنجب تحاول تجيب بتكبر يعني العيله لحتى يجي الصبي لانه مثل يعني ما قلنا سابقا باول حلقه بيعتبروا انه الصبي هو اللي بده يحمل المشعل ويكفي العيله يعني كانه شجره العيله رح توقف بس اذا أشصر. إذا إجت البنت بتوقف شجرة العائلة م. يمكن بتوقف العائلة ك... كاسم العائلة يعني شو منمضي م. بس السلالة هي ما بتوقف أكيد. حتى بال... بالقرص ما بتوقف البنت عم تورت عنا بلبنان اكيد يعني عند الطوائف اللي بتورث البنات بس انه البنت عم تورت البنت عم بتكون مثلها مثل خيا عم تساعد اهلها بالشغل عم تساعد اهلها باوقات بكون بيكون عندهم محل معين او وظيفه او مهنه معينه احد الاباء اوقات الاولاد عم بيكونوا عم بكفوا مهنه اهلهم أكيد. اكيد فهيدا الشيء اكيد من هو والولد من هو وصغير دور كثير كبير على الام اكيد عندها دور كثير كبير في دور كمان على البي وفي دور كمان للعائله الاوسع بتعمل. شوي اللي هي عم هيدي نحن غنى لإلنا نحن بمجتمعنا هيدي غنى لإلنا انه بعد عنا اهل الام واهل الاب بعدهم قراب من العائله وهن كمان بيكونوا عم بيساعدونا بالمربى انما بنطلب منهم في حال نحن عندنا مبادئ موجودة بعيالنا الكبيرة ونحن كعائلة صغيرة نحن بدنا نكون عم نطلع منها كعادات كتقاليد نحن بدنا نكون عم نطلع منها بنطلب منهم هون انه يحترموا لنا او يحترموا لهالكوب الصغير لهالعائلة الخلية الصغيرة اللي عم تنشأ يحترموا لها رأيها لأنه بالنهاية مستقبل لهالجيل <applause> الجديد يلي عم ينطلق حاليا أكيد آه، مات غسان شو هي أبرز الاتفاقيات الدولية اللي وقع عليها لبنان بما خص إعطاء حقوق المرأة كيف هذه الاتفاقيات فيها تأثر على مبدأ المواطنة واندماج المرأة بالمجتمع إجمالاً لبنان كل الاتفاقيات اللي بتتعلق بحقوق المرأة وافق عليها ودخلها بالتشريع 53 حقوق الدخول الى الى المعترك السياسي نعم. بال 59 بالاحوال الشخصيه اللي عند المسيحيين لغير المحمديين نعم. بال 94 حقوق المرأة بالشهادة بالسجل العقاري وصار لها حق تكون تعمل رهنيات وتأمينات وتشتري ملكية وتتصرف بملكيتها يعني كل تقريبا كل الاتفاقيات الدولية اللي انعملت بما يتعلق بحقوق المرأة كان موافق عليها لبنان هلا فيما يتعلق بالجنسية انه هل الأم لها حق هيدي المادة الوحيدة اللي ما عليها لبنان انه الام تعطي الجنسيه لاولادها مم. في لا شك انه بلبنان في 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 توزن في, تي طائفة في تيارين مختلفين مم. بهالموضوع واوبوزي يعني أكيد. بطريقه في ناس بتقول لازم الام تعطي الجنسيه لاولادها الام اللبنانيه يجب ان تعطي الجنسيه اللبنانيه لاولادها مم. في تيار ثاني بيقول لا يمكن للام اللبنانيه ان تعطي جنسيتها لاسباب كذا 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 اول 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 تيار يعني عنده شيء مشروع انه الام لها حق تعطي جنسيه لاولادها كمبدا مساواه كمبدا مساواه وبيبنوا انه من الناحيه الانسانيه من الناحيه الاجتماعيه من الناحيه العدليه من الناحيه انه الام الرابط الام الدموي بين الام والولد هو يمكن اقوى من من الرابط مع مع البي مم. مم. بس نحن بدستورنا بي وبقانوننا بيقول البي هو اللي بيع هو الوصي على الاولاد وهو اللي بيعطي جنسيه لأولاد مؤخرا طلع قرار الرئيس جوني ازي عطي قرار وعطى وسمح لام تعطي جنسيه لأولاد اكيد هذا القرار توقف لانه اعتبرته محكمة الاعلى محكمه التمييز انه مخالف للقانون اللبناني بس هو شو بني بني على الرابط الانساني هذا حكم رائع انا برايي انا قريته من اجمل احكام بس الـ بس ال المسوغ القانوني تبعوله كان مبني على الرابط الانساني والاجتماعي والاخلاقي. بما يتعلق بالأنون، القانون صارين بيقول البي وحده هو البيعة الجنسيه. هذا التيار يعتمد على فكره انه نحن ببلد عربي، كل البلدان العربيه ما في ما في جنسيه، لا تعطى الجنسيه. في تجنيس، التجنيس بيطلع بمرسوم رأس الجمهوريه والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لأسباب معينة لأشخاص معينين إذا بدنا نفتح المجال أنه الأم تعطي الجنسية لأبنائها صار عندنا كم هائل من المتجنسين عن طريق الأم يصوروا لبنانية تعرفي عندنا غير طوائف كمان يمكن في بوليغامي تعدد الزوجات واكيد و... بده يصير في بده يصير في آه... يمكن تغيير ديموغرافي آه تغيير ديموغرافي كرمال تنتجنب هذا التغيير الديموغرافي والتوطين غير المباشر للفلسطينيه م. ولبعض الجهات اللي قاعدين بلبنان تما يصير في توطين غير مباشر م. كان القانون حازم بهالموضوع انه البي اللبناني فقط بيعطي جنسيه ل يعني ما انطلق منها ح... من مبدا تمييز انطلق من مبدا م... لبنان عنده انكا يعني واقع و... 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 وتفاديا لمشاكل مشاكل اكبر في حاله واحدة مثلا الام اللبنانيه الابن الاجنبيه اللي تجوزت من رجل لبناني وتوفى جوزها تكتسب ديريكتومون الجنسيه اللبنانيه والها حق تعطي اولادها اه اوكي يعني هيدا هيدا امر واضح بالقانون اللبناني بس الام اللبنانيه متزوجه من اجنبي لا يمكن لها ان تعطي الجنسيه اللبنانيه بحسب القانون اللبناني بحسب نيتنا انا انا بشوفها عادله انه الام تعطي لابنها بحسب القانون القانون بيمنعها تعطيها وحضرتك كمحامي كيف بتصنف اليوم يعني وين نحن اليوم من مبدا المساواه؟ حسيتك راضي كليا بالنسبه لك في مبدا مساواه بين الرجل والمراه قانونيا اذا بدي مثل تعمل؟ كيف كيف بتشوف انا سؤالي انا بدي رد عليه بشقين الشق الشخصي والشق القانوني فيما ما يتعلق في بالقانون انا بلاقي في مساواه بين الرجل القانون لم يميز بين الرجل في ديفو ببعض القوانين يلي هي بعدها محطوطه من زمان انه مثلا بالضمان الاجتماعي الامراه العامله اللي بتعطي فيها تضمن ولادها ما فيها تضمن زوجها بوقت انه الزوج في يضمن الاولاد والامراه بس لهيدي التقنيات الجديده لانه ما في ما في تعديل لإله هذا الدستور من قديم يعني من صغرات, صغرات صغيرة؟, صغيره على الصعيد القانوني القانون اللبناني لم يميز بالعكس لانه لبنان عم يتطور كان في العزل المخفف بجريمه الشرف اجى بال2014 لغاها كليا مم. يعني ما بقى عذر مخفف اذا زوج او احد افراد العائله آه تواجد بمكان كانت آه كانت الاصول او الفروع تبعوله بوضع منه منيح مم. كان عطيه عذر مخفف اجى بال2014 لغاها كلها سوا لغي العذر المخفف يعني اعتبرها جريمه كامله بكل بي بما بي معنى الكلمه فاذا على صعيد القانوني ما في تمييز على صعيد الشق التاني على صعيد التطبيق يمكن في تمييز بمكان ما عنده الرجل بالشرق عنده عنده حضور اقوى بالحياه السياسيه بالحياه العمليه بس حتى هلا مثلا باخر وزاره في عنا وزاره شؤون المراه مم. كمان في يعني معنات خصص اللبناني حتى للمراه اعطيها وزاره يعني اعتبرها مم. اعتبر انه الحقوق او اهميتها كثير كبيره من هون بنقول انه ما في تمييز على الصعيد التشريع والقانون في اذا في تمييز على الصعيد التطبيق العملي والاجتماعي هيدا شيء يصحح او عم يتدارك افور امزور مع الوقت اكيد بروجريسيفون لانه مثل ما قلنا انه هيدا خصو بالمونتاليتي لانه نغير المونتاليتي ممكن لانه في محل في تقاليد ايام معادات ايام معادات اكيد اكيد أه بدي اسالك فاليريا شو موقف اليوم المجتمع اللبناني بالتربيه العادله بين الاولاد يعني نحن اليوم مثلا بظل العولمه هل بعدنا بنشوف عيال لبنانيه بترفض مبدا المساواه بالتربيه او انه لا نتيجه العولمه صاروا بيتقبلوا هذا الموضوع اكثر اذا بدنا نكون عم نحكي عن موقف نكون عم نحكي عن موقف مع وموقف يخالف تما طيب اقول انه ضد, ضد. آه ليش ما بقول ضد؟ لانه حتى لو نحن بعض المواقف تخالف آه كمان بضل في بعض العيال او بعض الافكار ممكن هيك تكون مبلسمه شوي وطريه أكتر يعني اذا بدك ضمن العائله لحتى ينغض النظر في حال كانت العائله عندها قرارات حازمه وصارمه بمبدا تربيتها لاسرتها نعم. إذا آه نحن بدنا نكون عم نحكي عن مجتمع آه فإذا إذا بدنا المجتمعات يلي هي ضد المجتمعات يلي هي آه متحفظة إلى حد ما هي المجتمعات يلي بعدنا لهلا عم نشوفها عم ترفض الانفتاح وبعدها عم تكون منغلقة على نفسها وما عم تقبل ما عم تقبل انها تكون عم تفسح للاسره تبعها تكون عم تنفتح اكثر على مجتمعها خاصه لما بنكون عم نحكي عن تربيتها للبنات بطريقة مختلفه عن تربيتها للصبيان المجتمع تغير ايه تغير تغير لانه نحن بطلنا بقرى منغلقه بطلنا ب بمجتمعات منغلقه صرنا منفتحين على بعضنا من خلال شبكه وسائل التواصل الاجتماعي وشبكه الانترنت والاشخاص اللي عم تتعلم والاشخاص اللي عم بتسافر والعادات والتقاليد يلي عم 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 تتغير شوي عم تتغير شوي شوي عم وعم عم تتقدم عم نعطيها لغير مجتمعات ونحن عم ناخذ منها عم ناخذ من غير مجتمعات صحيح عم ناخد من غير مجتمعات عم ناخد عاداتهم وتقاليدهم هيدي الامور عم عم تتطور وهي الأمور صرنا عم نشوفها اكثر عند العائلات فراح تكون عم تاثر ايجابا على تغيير نظره نظره المجتمع نعم نعم أه متى سام بدي اسالك حكيت حضرتك عن انشاء وزاره تعنى بشؤون المراه اكيد لها دور وبغض النظر عن الانجازات يمكن اللي عملتها لليوم شو المشاريع المستقبليه اللي لازم تاخذها الدوله لتعزيز كمان مبدا المساواه او أموا اعطاء المراه حقوق بعض اكثر يعني بالمجتمع <applause> اذا بدك تقولي لي انه لازم مجلس النواب يقول انه في كوتا للعنصر النسائي ب بكل اداره من ادارات الدوله انا برايي هذا مش انجاز انا برايي انتقاص من حقوق المراه اكيد الكوتا ما انا شيء ديمقراطيك اصلا حتى بجمع بالجمعيات النسائيه اللي عم بتطالب حقوق المراه هن من قصمين بهذا الموضوع مم. يعني الناس مم. بتقول هيدي بيعتبروا انه الكوتا هي اساءه لهم في ناس بيعتبروا لا الكوتا انصاف انا من النوع اللي بقول انه اعطاء كوتا للمراه بحيلا باي دومين من بعملي بلبنان كان سياسي اما اجتماعي هو هو هي هو إيهاني تقليل إيهاني تقليل من اهميه المراه بهذا المجتمع شو بدها تعمل الدوله؟ مثل ما بتعمل للرجل بتعمل للمراه، المراه هي كائن فاعل بالمجتمع اللبناني هي عليها تحمل الـ تحمل الـ المهمه وتمشي فيها اكيد بس تمشي فيها ما حدا رح يقلها لا اثبتوا في في وزارات كانت مستلمتهم آه نساء ابرعوا في نواب ابرعوا في في نواب آه رجال ما ما بتسمعي فيهم ما عندهم اهميه مصر. بتلاقي نواب آه آه نساء, آه نساء آه مقدمين وعندهم آه وعندهم يعني هي اللي حضرتك قلتها باول حلقة مزدهري. انه سيرو لطيف للافار اللي بتعمله المراه للاستحقاق المريتوكراسي اللي عندها المراه هي اللي لازم تفرض وجودها مصبت. عندها كل الامكانيات عندها كل المؤهلات عندها كل النعم الله عطيها اكثر من الرجل عندها الصبر بينقصها بس انه انه هي تاخد القرار انه انا بدي فوت بالمعترك السياسي انا بدي اعمل هيك بدي اعمل هيك وتفوت وما تخاف هلا اذا هي عندها الخوف انه لانه الرجل من زمان وجاي عنده الحضور القوي اكثر كل شيء له اول خطوه اكيد بس هل يا ترى انه هالامراه في يعني بدأت انا برايي الـ الـ الامراه المجتمع اللبناني بدت تاخذ تخ... خيار يا اما بدها تعطي كل حياتها الحياة العمليه وانا اكيد بتبرع فيه و... واكثر من رجل يا اما بدها تاخذ خيار بدها تكون ربة منزل وربة اسره وعم عم تعمل عم تنشئ اجيال جديده وتسقفها وتحطها على الطريق المستقيم اذا عندها سوا. القدره تحمل هيدا يا هي... سوا تحمل هيدا هيدا هيدي الوزرتين شيء كثير منيح اذا ما عندها القدره يعني يا تفشل هون يا تفشل هون كرمال هيك عم تفشل يمكن اوقات انه ما عم لاقيها كثير بالحياه الاجتماعيه والسياسيه لانه عندها 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 فرد ب... ببيتها هو 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 شيء كثير كبير يعني انجاز عم تعمله اكيد اللي بيربي اللي بيربي عائله صالحه هذا انجاز اكثر اكثر من التشريع ومن المجلس النواب ومجلس الوزراء والوزارات هذا رايي اذا عندها القدره تحمل اثنين هذا كثير منيح ان شاء الله اكيد نتمنى يعني نتمنى يعني. فاليري كلمة أخيرة باختصار عن شو بتنصح العيال يربوا كيف بتنصحهم يربوا أولادهم كرمال حتى يكونوا عم بيأثروا بوزيتيف مع بعضنا على المجتمع. أه، بنصح العيال يكونوا عم يعدلوا بين بمرباهم للاولاد بين البنت وبين الصبي يكونوا عم ببلشوا من هن وصغار ولادهم يربوهم على مبادئ سليمه على اسس سليمه على توازن من كل انواع التوازن العاطفي النفسي جميع اشكال التوازن أه بطلب منهم يكونوا عم يتثقفوا عم يقروا عم يتابعوا أه يمكن على وسائل الاعلام شو عم ينحكى عن مبادئ التربيه وعن اساليب التربيه وخاصه خاصه هون بقول للام عندك دور كتير مهم عند صحيح المجتمع عنده دور كتير كبير هو عنده دور كتير كبير مجتمعك انما كمان في الباقي عليكي الباقي عليكي يا امراه انه انت كمان تكوني عم تاسسي بقلب البيت عم تزرعي هيدي النواه نواه العداله والمساواه بين البنت وبين الصبي ضم صوتي لصوتي في انا بدي اتشكركم كثير على هيدي الحلقه على امل اللقاء بحلقات تانين كمان أه شكرا كثير لكم ميرسي على استضافتك أعزائي المشاهدين، الاختلاف الطبيعي موجود بيناتنا وهذا شيء نورمال وناتورال، والله خلقنا مختلفين طبيعياً، بس الغلط أن نحول الاختلاف الطبيعي لتمييز ولا مساواة على صعيد المجتمع. المجتمع اللبناني حديك، القوانين اللبنانية حديك، الباقي عليك تفرد حالك وتبرز جهودك واستحقاقك لتبرعي بقلب المجتمع اللبناني. شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء بحلقات جديدة.